الآن نفق مطار دبي الدولي، والذي يربط شارع الإمارات بمداخل قاعات المغادرة وقاعات القادمين، وأيضا شارع الراشدية وتقاطعات الرمول والعوير وراس الخور. الراصد هنا كاميرات المراقبة المرورية لهيئة الطرق والمواصلات. أما المشاهد المؤسفة، تسجيل حي لحوادث مرورية لا تخلو من إصابات خطيرة وقتلى سير، وتوضح الاستهتار والتهور في القيادة. من ترصده هذه الكاميرات هو حال الشوارع يوميا. تخيل أو تصور أن عزيزا لديك لا قدر الله كان أحد ركاب هذه السيارة، وقد تسببت أنت في هلاكه. توقع المخالفة الصريحة لقوانين السير والمرور التي يرتكبها هذا المستهتر الغير آبهم بأدنى القواعد المتعارف عليها وأبسطها. ماذا قد يسبب لمستخدم طريق آمن في حال سبيله؟ فهذا السائق الذي خسر حياته وتسبب في إعاقة غيره. لتكن أنت الحكم، ولنكن نحن قضاة للطريق ونصدر حكمنا عليه. مجرم طريق بسبق الإصرار والترصد، ما نبثه قصصا من واقع الحال، وما ترصده كاميرات المراقبة حقيقية لا خيال. لنعمل سويا يدا بيد، ولنقتل ظاهرة حتى لو كانت في المهد، ظاهرة القيادة بتهور وطيش، ولنحقق شعارا لا عودة فيه: القيادة بتأني أمل، والتهور أجل.